حبايبي جريد 5، تعالوا نكمل بقى ونلعب لعبة النيرست، نلعب كلمة جديدة اسمها ابروكسوميت. هتشوف معايا واسيبك تفكر. دايما حبيبي لما اقول لك ابروكسوميت تكمل الجملة للآخر. ليه؟ أصل أنا لما أقول لك ابروكسوميت أنا حر، ممكن أقول لك ابروكسوميت للهول يعني الوانس، ممكن اقول لك ابروكسوميت للتنس، او اقول لك للتنف. هل دي زي دي؟ لا. ايوه كده. ممكن اقول لك ابروكسوميت للهندرد، ممكن اقول لك ابروكسوميت للهندرد. هل الاتنين زي بعض؟ لا. ايوه كده. تعالوا يلا بقى مع بعض نبدا واحده واحده، وعايزكم كلكم تحلوا معايا عشان النهارده عندي اكتر من حاجه عايز اتعلمها. يلا، لو قلت لك ابروكسوميت للايه؟ كده حضرتك تروح بالقلم بنسل فين بيت التاني؟ وات. الله عليك، يعني ما ينفعش اقول الثري؟ لا. ايوه كده. مش هلعب معاه، بعمل له اندرلاين واسيبه واروح لمين؟ قول يا ادم. للي بعده اشوفه هيجي ولا لا؟ اللي في الرايت، اللي على يمينه. ماشي؟ هو مور 5 ولا ليس 5؟ اسالها يا تو، انت مور 5 ولا ليس 5؟ ليس 5. طالما انت ليس، انت مش بتكتب ده حدوته، بتقولها ليس 5. اعمل ايه؟ اكنسل اكنسل. بص بقى، اكنسل اكنسل اكنسل، وكل دول تعالوا بقى نكتب الانسر. 1 0 بوينت 0 0. اكتبها كده وارجع بقى اقول له تبقى 10، اصل الزيرو اللي يجي في الديسيمال هاز نو فاليو، ملوش قيمه. دول تاني؟ دول تاني؟ لا. طب تعالوا نلعب تاني. بص بقى معايا، هشيل الكلمه دي وابدلها، تعلم وافهم. ممكن يقول لي الكلمه دي، ممكن يقول لي 0.1، ممكن يقول لي 1 over 10. ايه ده بقى؟ قال لي اسمع يا عم، انا اسمي مثلا حسن. حسن اللي هو 10، يدلعوه سونا ابو السناسين. ايه؟ يبقى انا ال 10 ممكن اقولها 0.1، ممكن اقولها 1 over 10. التلات صور دول هم نفس المعنى. تعال بقى نلعب يا مستر. هنروح لمين؟ هنروح لمين؟ لا لا، اللي عايز يجاوب ريز يور هاند، ما تجاوبش بدون اسم، ما تزعلنيش منك. ها؟ مش غير ياسين؟ حاضر. طب انا هقول انا ونور. اقف يا نور. يا نور، مين في بيت التنف يا بابا؟ في النمبرز دول، في الديجيتس دول. طب اقعد يا نور، معلش. احمد. 3. الله عليك، ده انا لسه قايلها انا ومالك. طيب نسال احمد، انا دلوقتي عملت اندرلاين في بيت التنس، اروح العب مع مين؟ مع الفور ولا مع التو؟ مع التو. ايوه كده، العب مع اليمينه. اقول لها ايه؟ اقول لها يا فور، انت لس 5 ولا مور 5؟ انت بتجاوبني ولا بتفكر؟ اصل انا حسيت في اجابتك ايه ده، مش فاهم. انت ايه رايك؟ الفري مور 5 ولا ليس 5؟ ايوه كده، انت ليس 5. طالما ليس 5 اقول لنفسي هعمل ايه؟ هكنسل. يبقى هكنسل الفري وكنسل الفور والتو، مفيش حاجه يا عيني جايه لها. تبقى الانسر بتاعتي تبقى كام؟ 2 بس. اقول له ايوه. طب لو كتبت 2 وحطيت مكان ال 3 وال 4 زيروز، ابقى ارجع اكتب اجابه ثانيه نقول ثاني. طب تعالوا كده نشوف اشكال ثانيه، بس بعد اذنك حاول ان انت حبايبي تعالوا نلعب لعبه ثانيه. برضو الراجل انا بينوع، مره يديني نمبر مره ما يدينيش. الراجل ده بيقول لي راوند 1 بوينت، انا اكبرها اهو 277. 2 ذا نيرست. حاضر. لحظه يا عمو،
انا هكتب كده 1.277 وادي النيرست 100 فرق. اروح اعمل اندرلاين عند مين؟ قول يا حسن. 7. انهي 7؟ الاولى دي ولا الثانيه؟ ايوه كده، بس ما العبش معاها. العب مع ال7 اللي على يمينها ولا التول اللي على شمالها؟ ال7 اللي على يمينها. اسالها اقول لها ايه؟ ردت قالت لك ايه؟ مور. بص بقى، طالما مور هكنسلها ودي ال7 اللي واقفه. طب دي لما تاخد 1 تبقى كام؟ وال2 ماليش دعوه وال1 ماليش دعوه. ادي حبيبي مسالتي. قول تاني. طب استنى، افرض انا كنت هنا، تعالى وانا اعلمك. مش احنا قلنا لما يبقى ديسيمال اعمل ايه؟ اب وده. مين اللي في الميدل؟ ده 80 وده 70. مين اللي في النص بين 70 و80؟ ياسين. شكرا، استنوا بس عليا حسن يفكرني مش هكافئه. لا حبيبي هكافئه. بص بقى، انا عايز اكد ان انا صح. هو مديني 1277 يا 1277. انت اب 1275 ولا داون؟ اب. وطالما انا اب يبقى هطلع اب. وادي حبيبي الحل هو ده. يبقى احنا كده بناخد بدل الطريقه 2. تعالوا نعمل اسم حبايبي. مريم احمد عماله تقول لي انا عمري ما شفت 4 ديسيمال. يا عم اديك شفت، تعالى نلعب بس. يا 4 انت في البليس ايه؟ حسن 10th. الله عليك. 5 6 اسمع بقى thousands. يبقى ده البيت اللي انا هعمل له ايه يا حبيبي؟ underline. فانا محتاج اروح على حد يمينه عشان كده اداني 4. فانا هروح للتو اقول لها يا تو انت مو فايف ولا قالت لي. وطالما لس اعمل ايه؟ واعمل ايه؟ بوت زيرو. يبقى النيرست للثاوزندز ادي 3 وادي 4 و5 و6. باي باي. مريم مستنيه اديها جنيه. حبايبي من هنا ورايح عايزك تتعلم تقرا السؤال. ليه يا مستر؟ يعني انا كل الاسئله اللي قدامك دي لازم تقول هو عايز نيرست ايه؟ فور. اسمع بقى، اسمع. مفيش غير ياسين اللي قال لي السؤال عايز ايه؟ مريم انا كنت هقول. اسمعي بس. يا مستر هنا فين الهول؟ ها؟ زيرو. هنا فين الهول؟ ايوه دي. هنا فين الهول؟ الزيرو. لا الزيرو اللي في الوانس. يعني الهول انا عايز الوانس. يلا هنا فين الهول؟ هنا فين الهول؟ بس ستوب. وتبدا تروح بعد كده على الرايت. اسمع يا بابا عشان لما تروح. يلا مين يقرا السؤال ويقول لي فهمت؟ مريم. بيقول لنا نيرست 10. الله عليك، اوعى تروح تحل من غير ما تعرف. وانت عايز ايه؟ انت برضو يلا في نمبر ايه؟ مين في البليس بتاع التنف؟ ايه؟ سي. الله عليك، انت برضو مين البليس في نمبر بي؟ الله عليك يا قمر. معاكي كام حبيبتي؟ تعالوا نعمل ستوب. ونفسي اقول ان انا هاتيهم حبيبتي الثلاثه الفرد. تعالوا حبايبي نجرب تاني، يمكن ربنا يكرمكم. هنقرا السؤال، مين فهم السؤال؟ ياسين، مريم، نزلي ايدك. ادم. الله عليك. برضه قبل ما اقول له تمام هبتدي اشوف هو فاهم البليس ولا لا. يلا نمبر بي، مين البليس بتاع الهندردز؟ 6. حلو، هنعمل له ايه؟ واروح على الرايت ولا على الليفت؟ الرايت. الله عليك يا ابني. هسال ال7 اقول لها ايه؟ انت 4 5 ولا ليس 5؟ الله عليك يا ابني، جيف مي 5.